السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني جدا من الفيديو اللي فات، وان شاء الله مش هغيب عليكم تاني وهنزل لكم فيديوهات كتيرة الفترة الجاية بإذن الله. تابعوني، ولو ديت أول مرة بتشوفوا القناة اشتركوا فيها وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد أنا بعمله. النهاردة ان شاء الله أنا هعمل لكم ريفيو عن مكبر الشاشة التليفون، بيكبر شاشة الموبايل، وهوريكم كل حاجة بالتفصيل عنه، وهعمل لكم ريفيو عن كل حاجة عايزين تعرفوها في الجهاز دوت النهاردة ان شاء الله، واقول لكم سعره كام. تابعوا معايا الفيديو، ومتنسوش بقى لايك للفيديو وشير. ولا نبتدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده شكل العلبة، بتيجي بالمنظر ده كده، ودي التعليمات اللي مكتوبة على العلبة، هي سهلة وبسيطة يعني مش محتاجة كتالوج. هنفتح كده مع بعض ونشوفها. اسمه مكبر شاشة الموبايل، نبتدي نفتحه مع بعض كده ونشوفه، واجربه لكم برضو واشغل لكم عليه فيديوهات عشان تشوفوا هو بيكبر الموبايل ازاي. حلو جدا، وهتنبهروا ان شاء الله من النتيجة. ده كده شكله. ودي كده بنفتحها علشان نوقف منها التليفون واحنا جايين نحطها على الترابيزة، ودي كده بنشدها بالشكل ده كده عشان هندخل التليفون في الجزء دوت، هنحطها كده قدامنا على الترابيزة. هي سهلة جدا وبسيطة. هنبتدي بقى نحط التليفون هنا في الجزء ده، ودي كده ممكن ندخلها وممكن نطلعها عادي، ده كده كمسند ليها يعني. ده كده اول فيديو معانا، ده كده الموبايل عادي انا شغلت فيه الفيديو ده. هنبتدي بقى ندخله هنا علشان نشوف النتيجة مع بعض. النتيجة فعلا حلوة وهتبهركم ان شاء الله، خصوصا بقى لو في حركة في الفيديو هيبان اكتر. هنحطه قدامنا بقى وهنتفرج على التليفون بتاعنا، نشغل مثلا في فيديو او اي حاجة عايزين نشوفها نكبرها، النتيجة تعجبكم جدا اهو بالشكل ده كده. هشغل لكم فيديو تاني دلوقتي برضو اهو بالمنظر ده، هنحطه برضو في نفس المكان. ما نبتدي بقى نتفرج على الفيديو اللي احنا عايزينه بكل سهولة، اكنها زي التلفزيون كده. حلو قوي. اهو. لا فعلا يستحق التجربة، حلو قوي بصراحة، وانا حبيت اقول لكم عليه برضو. ده فيديو تاني في حركة اكتر علشان نشوف الصورة برضو، حبيت اوضح لكم كل حاجة فيه. ده كده انا مشغلاه وانا طافيه النور، طافيه نور الاوضه، بس كان فلاش الموبايل اللي بصور بيه شغال. دي كده النتيجه. هو كل برضو لما يكون الاضاءه خفيفه كل ما يوضح معاكم اكتر، والصوره تكون شكلها احسن. انا هجرب لكم فيديو تاني هكون طافيه فيه الفلاش، هيكون شكله احسن. وده سعره مش غالي خالص، مثلا ب 30 جنيه، وفي اماكن بيبيعوا 35 جنيه، يعني سعره مش غالي خالص، حلو قوي بالنسبة اللي هو بيكبر شاشة الموبايل كده. ده كده وانا طافية الفلاش يعني كده ما كانش فيه نور في الأوضة، الصورة فعلا شكلها احسن بكتير اهي، واضحة قوي. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم واستفدتم منه، ولو لكم اي اسئله اكتبوا لي تحت في التعليقات وقولوا لي رايكم فيه برضو.
وان شاء الله بلكم فيديو جديد، وشكرا ليكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.